مساء الخير. ما بتشكل ال 10452 كيلومتر مربع إلا الحدود الرسمية للبناني اللي لطالما كسر هالإطار الضيق على طموحاته ليطال العالمية. والإنجازات اللبنانية طبعت كبرى الشركات العالمية، فأنقذتها من الإفلاس بمرات وعززت ربحيتها بمرات أخرى وأثرت بحياة الألاف. ولأنه لابد من تسليط الضوء على هالإنجازات، الام تي في بتستضيف قيادة لبناني على رأس إحدى كبرى الشركات بآسيا والمحيط الهادي. جيلبير غسطين، منرحب فيك عبر الام تي في ومنشكرك لقبولك دعوتنا بأول حديث إعلامي لك باللغة العربية. مرسي. خلينا نبدأ من البداية معك جيلبير. أنت لبناني، نشأت بلبنان، تخرجت من الجامعة اليسوعية والتحقت بشركة دياجيو ببداية مسيرتك من لبنان كمسؤول عن التسويق بهالشركة يلي اليوم أصبحت شركة كبيرة موجودة ب 180 بلد، مدرجة على بورصتي نيويورك ولندن وقيمتها السوقية بتلامس 80 مليار دولار. كيف كانت البداية مع دياجيو؟ مظبوط، أنا بلشت الكارير تبعي بلبنان من 20 سنة عم بشتغل، كنت عند الموزع تبع دياجيو بلبنان، بالبوزيشن تبعي كانت ماركتينج مانجر لماركتين اللي هن جي ام بي ان بيليز. البدايه كانت طريفه ورح خبرك القصه كيف صارت. كنت معزوم على العشاء انا ومرتي رولا مع واحد صاحبي هو ومرته، كنا اربعه لحالنا، وخلال العشاء كان هو عم بخبرني انه انعرض عليه وظيفه مع شركه كتير مرتبه وهو رفض الوظيفه. فكنت انا بحشريتي عم بساله طب شو، خبرني شوي شو هي هالشركه، شو بتعمل الشركه. خبرني وقت بلش يقول لي اسم الشركه والماركات اللي هي عندها اياها الشركه، صفيت حسني انا عم بضوع عيوني. وقال لي بعدين انه هو رفض العرض بما انه هيدي الشركه عندها بس 5% ماركت شير بلبنان وماركتها مش موجوده بالشرق الاوسط، وثلاثه شركاء اللي هن عندهم شركه التوزيع بلبنان علاقتهم مش منيحه مع بعضه. وهو عم بيحكي قال لي هيك انت مهتم؟ قلت له اكيد مهتم. قال لي طب ليش انت مهتم بالموضوع؟ قلت له مهتم حس بس عندهم 5% ماركت شير، يعني the only way is up، وبحس ماركتهم مش موجوده بالشرق الاوسط، اجا بعمل لهم سكسس ستوري بلبنان بيسلموني الشرق الاوسط وبصير عندي مسؤوليات اكبر. وقال لي طيب والثلاث شركاء يلي علاقتهم مش منيحه مع بعضهم؟ قلت له هيدي هينه كثير، انا الدور تبعي بيكون الجو بتوين بيناتهم وبوفق بيناتهم وبقدر كمل وانجح بهالشركه. وهيك بلشت انا مع دياجيو بلبنان. يعني شفت شفت النص المليان من الكوب مثل ما بيقولوا، مش النص الفارغ. صحيح. طب سؤال تاني هون بطرحه، في كتير اشخاص بشركه دياجيو حتى بيلتحقوا فيها بلبنان او حتى بالعالم كمسؤولين عن التسويق، مسؤولين اداريين او غيره، بس وحده جيلبير غسطين قدر يوصل ليكون الرئيس لعمليات دياجيو باسيا والمحيط الهادي، كيف قدرت توصل لهالمرتبه العاليه؟ انا طلعت السلم درجه درجه، يعني انا بلشت الكارير تبعي مثل ما قلت لك بلبنان من 20 سنه بوظيفه ماركتينج يلي هي صغيره، خلقت سكسس ستوري للبزنس تبعنا بلبنان. قديش ارتفع الحصه السوقيه من منتجات دياجيو بالفتره يلي انت استلمتها؟ قلت لي كانت 5%. كانت 5%، طلعناها بسرعه باول سنه ل 10%. هالشيء لفت النظر للمسؤولين الكبار بالشركه بانجلترا واجوا على لبنان ليشوفوا نحن كيف عم نسوق الماركت تبعهم، شو الافكار يلي نحن قمنا فيها لنقدر نسوق هالماركت وننجح فيها، واخذوا هالافكار يلي نحن عملناها بلبنان ليجوا يستعملوها بغير بلدان ناميه بالشرق الاوسط وبافريقيا. فهيدا الشيء اللي اعطيني انا رهجه معهم. من بعد سنتين اجي دياجيو على لبنان، فتحوا الشركه تبعهم بلبنان وسلموني انا الشرق الاوسط وشمال افريقيا. كمان ضليت اعمل شغل منيح وحوطت حالي بفريق عمل كثير قبضاي ونجحنا كمان بالشرق الاوسط، ورجعوا سلموني من بعد الشرق الاوسط افريقيا واوروبا الشرقيه. من بعد 5 سنين نقلوني على امريكا، من بعد امريكا استلمت اوروبا لمده 5 سنين كنت بيزد بباريس، وهلا صار لي 4 سنين مستلم اسيا وبيزد باسيا. غطيت العالم كله يعني تقريبا. طيب مسيره النجاح اكيد ما بتخلى من الصعوبات والمشاكل، شو ابرز المشاكل اللي بتتذكرها ويلي فعلا هيك وقفت عندها وما بتنساها؟ انا بقول شغلتين، اول شيء ذا فاكت انه انا لبناني، خلقت بلبنان، ربيت بلبنان، درست بلبنان وبلشت الكارير تبعي من لبنان، وظهرت استلمت مناطق كبيره يعني مثل افريقيا مثل امريكا مثل اوروبا واسيا،
صار في عندي احتكاك مع different cultural sensitivities. هلا هيدي كانت بتكون عقبات لو ما انا كان عندي كيوروزيتي انترلكتويال، يعني انا كتير بحب اطالع وبحب اكتشف الخصوصيات تبع الثقافات الجديده، تكون حضرت حالي تا اي تيرند هالعقبات انتو ان اوبورتونيتي. مثلا قبل حتى قبل ما اروح على امريكا بسنه 2001 الشركه بعثتني على هارفارد بزنس سكول لمده 3 شهور، عملت ادفانس مانجمنت بروجرام يلي هو مثل اكرامد ام بي اي بروجرام لمده 3 شهور، عشت ببوسطن كمان تو فاميلايز ماي سيلف مع الكلتشر الامريكانيه قبل ما نقلت على امريكا ب 2002. هلا الشغله الثانيه كمان الواحد لازم ياخذها باعتبار انه بما انه انا لبناني وعم بشتغل باللغه الانجليزيه يلي هي ثالث لغه بالنسبه لي، بدي اعمل افورت اكثر من غيري وبدي احط اوقات عمل اكثر من غيري لاقدر انجح، وانا شخص بشتغل كثير يعني بعمل بين 15 16 ساعه بالنهار، هذا اللي خليني اخذ ادج على غيري كمان. يعني الالتزام كمان بال ما في شك. في كمان شغله اكيد خليتك تاخذ ادج على غيرك هي الرؤيه الخاصه فيك. عندك رؤيه خاصه عم توصلك دائما للنجاح، فيك تشاركنا فيها؟ مزبوط. انا بتفكيري بالعمل وبالليدرشيب انه الليدرز بالاساس بيحطوا فيجن للبزنس، بس ليقدروا ينجحوا في ثلاث مكونات اساسيه للنجاح، رح اقولهم بالانجليزي برجع رح بعدين فسر كل وحده منهم بالعربي. اول وحده بليف اند بيرسيفيرنس، ثاني وحده تشالنجينج كونفنشن، وثالث وحده هي تيم ورك. هلا اول وحده هي بليف اند بيرسيفيرنس، يعني واحد وقت يحط هدف لحاله بده يشتغل عليه وبده يضل يسابر فيه. هلا ما في شك انه ما في مشوار بيكون كله نجاح، هو الباركور بيكون في فشل وفي نجاح، المهم انه الواحد يضل مسابر ليقدر يوصل على النتيجه اللي بده اياها ويضل يقدر يعمل موتيفيشن للتيم تبعه ويضلوا رايح بهالاتجاه. ثاني شغله تشالنجينج كونفنشن، كثير مهم الليدر يكون دي تشالنج ستاتوس كو، يعني اليوم في كثير ناس بيطلعوا على الوضع، يعني مثل الاكزامبل تبعي وقت انا بلشت انه هيدي الشركه عندها 5% ماركت شير مش موجوده بالشرق الاوسط، ايه بس انا بتطلع عليها از ان اوبورتونيتي. يعني في كثير ناس كانوا يقولوا بالصين البرودوي يلي فيهم حليب ما بيمشوا بحيث الصينيه ما بيحبوا الحليب، يعني بايليز ما عندها اوبورتونيتي، بايليز اليوم بشنغهاي لحالها 100,000 صندوق بالنسبه لنا، يعني هالناس يلي بيشألوا ليش لا؟ هيدا هو التشالنج ستاتس كو يلي هو اساس كمان بالنجاح. ثالث شغله هو فريق عمل مهم، انا بتصور انه انا ما نجحت لحالي، انا نجحت بحيث حوطت حالي بفريق عمل كثير فعال وكثير كومبتنت وين ما كان رحت بالعالم، مشان هيك انا نجحت، انا نجحت مع الفريق العمل تبعي، انا ما نجحت لحالي. طيب بتحكي انه دائما عندك الحشريه لتتعرف اكثر على الثقافات المختلفه، اليوم باسيا في ثقافه فعلا يعني مختلفه تماما عن الثقافات الاوروبيه او الامريكيه او حتى الافريقيه، كيف تحديت يعني هالستيتوس كو اذا بدك او الوضع القائم باسيا؟ انا ما بقول تحدي، انا بقول كل شخص منا كل يوم بضل بيتعلم، وانا كثير بحب ضلني اتعلم، وشفت الفرصه اللي انا نقلت فيها على اسيا والسأل اللي عندها اياها الشركه فيي لسلمتني منطقه اسيا باسيفيك بمرحله كثير مهمه وقتها. اليوم نحن وي ار ان ذا ايجن سنتشري، هيدي از فرصه كثير يعني مهمه، العصر الاسيوي، هذا العصر الاسيوي، يعني انا لقيت هيدي فرصه لاقدر اتفاعل اكثر مع الكلتشر الاسيويه لاقدر انجح بهالمنطقه. وهلا في معادلات اساسيه الواحد لازم ياخذها بعين الاعتبار، اول وحده هي بيشنس، يعني الواحد لازم يكون باله طويل. نحن بالنسبه لنا بالغرب اللونج تيرم تبعنا هو 5 سنين، الشورت تيرم باسيا هو 5 سنين، يعني الواحد لازم يكون بيشنت، لازم ياخذ وقته ويقدر يبني علاقات متينه على المدى الطويل. ثاني اليمنت هو الريسبكت تبع اللوكال كلتشرز، كثير مهم واحد يفهم اللوكال كلتشرز ويحترمهم ويتفاعل معهم بقدر ايجابي قد ما في. وثالث شغله انا وقت رحت على اسيا من 4 سنين كان واضح بالنسبه لنا انه اذا رح ننجح باسيا بدنا ننجح مع الاينسز، يعني بدنا نجي نعمل تحالفات مع شركات كبيره ولوكال كومبانيز، وهالتحالفات لتقدري تنجحي فيها بدك تكون هالتحالفات ستراكتشرد ان واي يلي هي وين وين. وهول الثلاثة ألمنتس اللي أنا تعلمتهم بآسيا وتفاعلت معهم إيجابياً، مشان هيك نجحنا بالبزنس تبعنا بآسيا. أنا عندي هون مثل سؤال مستغربة، إنه المعلوم والمعروف إنه كبرى الشركات العالمية هي بريطانية
أو أمريكية، ونوعا ما اليوم عم نشوف دخول الشركات الصينية العملاقة عم بيكون لها أيضا تواجد على المستوى العالمي، ولكن كل هالشركات الإدارة تبعها رئيس مجلس الإدارة أو الهاي مانجمنت، يعني الناس اللي بيكونوا بالمراكز العليا بهالشركات، إذا الشركة أمريكانية بيكونوا أمريكان، إذا الشركة بريطانية بيكونوا بريطانية. اليوم أنت لبناني وعلى رأس شركة بريطانية، كيف كسرت هالعرف؟ خليني بلش لك بالفلسفه تبعي بالحياه. انا عندي فلسفه بالحياه انه اللبناني نحن كلنا اليوم انترناشونال سيتيزنز وجلوبال سيتيزنز، ما فينا نقول انه نحن الكومبيتيشن تبعنا لازم تكون ليميتد لل 40 مليار دولار اللي هي الايكونومي اللبنانيه. في اليوم في الايكونومي العالميه اللي هي 72 تريليون دولار يلي نحن لازم ننافس عليها. هلا برجع ليش انا وصلت محل ما انا وصلت. بدياجيو ما لها علاقه جنسيه، بدياجيو it's all about meritocracy، يعني كفاءات، يعني قديشك انت كفؤة بتقدري توصلي على الوظيفة الكبيرة، وبذات الوقت قديش تقدري تتفاعلي مع المجموعة اللي انت عم تشتغلي فيها يلي هي جاية من غير cultures ومن غير sensitivities، وتقدروا تشتغلوا كفريق عمل تتنجحوا كلكم. وانا هون يلي قدرت ابرع فيه، خلقت success story بالشرق الاوسط وبافريقيا وباوروبا الشرقية قبل ما اروح على امريكا، كمان نجحت وقتها رحت على امريكا، وقتها استلمت اوروبا كمان حققت نجاح كتير منيح. مشان هيك وقتها صرت وقتها شافت الشركه هالنجاح يلي انا حققته عرضوا علي لالتحق بمجلس الاداره بسنه 2008، يعني من 5 سنين. بقى بدياجيو اتس اول اباوت ميريتوكراسي، اتس نوت اباوت جنسيه واوريجينز وجندر ابدا. رسمت لنا الدخول الى اسيا كانه مهمه سهله، ولكن هو منه مهمه سهله، النجاح باسيا بيطلب كثير من التحديات. اليوم انت كنت مهندس وقدرت انك تدخل على السوق الصيني حتى اللي هو من اصعب الاسواق، قدرت تستحوذ على حصه بشركه مشروبات روحيه بالصين، هل برايك حققت ما يعتبر المستحيل؟ انا بقول نحن كنا السباقين بالدخول على الصين بطريقه انه نقدر نشتري حصه اساسيه بشركه بايجو اللي هو مثل العرق، هو المشروب اللوكل بالصين. هلا هالشيء اعطينا ادج، اعطينا على القليله افانس 10 سنين على الكومبيتيشن تبعولنا، وفخورين كثير بهالانجاز اللي نحن عملناه. هلا ما في شك ما كان سهل، انه هالانجاز اخذ معنا 3 سنين مفاوضات مع الدوله الصينيه، لا اخذنا موافقه من الدوله الصينيه تنقدر ننفذ المشروع تبعنا، بس تعلمنا كثير خلال هالثلاث سنين. ومشان هيك تسلط كثير اضواء على الاكيزيشن يلي عملناها بالصين، بحيث كانت سابقه بالنسبه للشركات الاجنبيه بالصين. استحوذتوا ايضا على شركات بتنتج المشروبات المحليه بالهند وبفيتنام الى جانب الصين. اليوم انتم عندكم اهم ماركت المشروبات بالعالم، ليش يعني عم تدخلوا على المشروب، على الصناعه المحليه وعلى المشروب المحلي؟ صحيح، في ثلاث اسباب رح اقولهم بالانجليزي برجع بعدين افسرهم بالعربي. اول شيء emerging middle class، ثاني شيء respect of local cultures and sensitivities، ثالث شيء route to market. خلينا نبلش بأول وحدة، emerging middle class هي الطبقة المتوسطة. اليوم ما فيك تكوني أنت عم تشتغلي بمنطقة Asia Pacific يلي فيها 3.5 مليار شخص وتتجاهلي الطبقة المتوسطة. هالطبقة المتوسطة كتير مهمة، مشان هيك وهالطبقة المتوسطة more or less كلهم بيشربوا local spirits تبعولهم. مشان هيك نحن حطينا تارجت لحالنا انه نشتري premium local spirits، يعني مش mainstream وماس، premium local spirits. هيدي اول شغلة عالية اللي جودتهم عالية لنطال هالطبقة المتوسطة بمنطقة آسيا والباسيفيك. تاني شغلة respect of local cultures. نحن مزبوط أكبر شركة عالمية بالمشروبات الروحية، بس ما فينا نكون اكبر شركه بالعالم بالمشروبات الروحيه وما نكون نحن عندنا بارتيسيبيشن بالبايجو يلي هو اهم مشروب لوكال بالصين، ما فينا ما يكون عندنا بارتيسيبيشن بالراكي بتركيا يلي هو اهم مشروب لوكال موجود بتركيا. هيدي هي السنسيتيفيتيز يلي نحن بناخذها بعين الاعتبار. ثالث شيء هي الروت تو ماركت او الروت تو كونسيومر يلي هي بتعطينا ديستريبيوشن، عمق ديستريبيوشن بلاتفورم للماركت تبعولنا. يعني اليوم وقتها نحن عملنا هالفنتشر مثلا بتركيا واشترينا مي ايتشي اللي هي اكبر شركه راكي بتركيا، اعطتنا بلاتفورم ديستريبيوشن مخيفه للماركت تبعولنا مثل جوني ووكر ومثل سميرنوف يلي هن طلعوا الماركت شير تبعنا ب 30 40% باول سنه.
بدي انتقل لاسالك. عم تحكي عن الارقام، رح نحكي عن الارقام. اليوم باسيا سنويا بيدخل 50 مليون شخص العمر القانوني للشرب اذا فينا نقول. نمو المبيعات عاده عم بتسجل 6% سنويا، ولكن انت بالاربع سنين يلي قعدتهم باسيا والمحيط الهادي قدرت تامن لدياجيو نمو سنوي ب 25%. كيف قدرت اكثر من الدوبل النمو الموجود بالمشروبات الروحيه بهالمنطقه؟ استراتيجي تبعنا كانت بايجا باسيفيك تقدرنا دوبلنا البزنس تبعنا باربع سنين، هي كانت تو فولدز. اول شيء اللي هي نحن مسميها اورجانيك، وثاني شيء اللي هي انورجانيك. اورجانيكلي يعني اليوم ننمي الماركات تبعولنا اللي موجودين بالبورتفوليو تبعنا، يعني خدي ماركات مثل جوني ووكر، مثل سميرنوف، مثل بايليز، مثل جوردنز. نحن نمينا هالماركات اكثر من السوق بطريقه قدرنا نحصل على ماركت شير من الكومبيتيشن تبعونا. مشان هيك نحن كان الجروث تبعنا ان دبل ديجيت. بذات الوقت تاني فولد يلي هو انورجانيك يلي هو الاكيزيشنز، ونحن عملنا اكيزيشنز بالصين، عملنا اكيزيشنز بفيتنام، وعملنا اكيزيشنز بالهند، وثلاثه اكيزيشنز يلي عملناهم بهالبلاد كانوا سباقين يلي هن اعتبروا لاند مارك اكيزيشنز بالاندستري تبعولنا، يلي هن سمحوا لنا نقدر ندوب البزنس تبعنا لا تدوبلوا رقم الأعمال. مظبوط. حكينا كتير عن دياجيو وعن كل النجاحات اللي حققتها بوقت العالم من 2008 غارق بأزمة مالية عالمية وبانكماش اقتصادي وبتراجع للنمو. بدنا نشوف كيف قدرتوا تحافظوا على مستويات عالية للأرباح ومستوى عالي لأرقامكم، ولكن بعد الفاصل خليكم معنا. منتابع حديثنا مع جيلبير غسطين رئيس شركة دياجيو بآسيا والمحيط الهادي. بدنا نحكي شوي عن هالأزمة المالية العالمية اللي خضت العالم وأثرت على النمو ودفعت بالناس إلى مستويات أقل مما كانت عليه، يعني الطبقة المتوسطة نوعا ما خاصة بأمريكا وبأوروبا محل ما الأزمة كانت الأقوى تدنت مستويات، تدنت قدرتها الشرائية. إذا بدي أقول اليوم قديه تأثرت عالميا شركة دياجيو بالأزمة؟ هلا ما في شك ما في شركه بالعالم ما تاثرت بالازمه الاقتصاديه، بس الفلسفه تبعنا كانت واضحه كثير انه ما في ازمه بالعالم بتضلها للابد، كل ازمه بدها تجي وبدها تروح. هلا مين وايل نحن حضرنا حالنا خلال الازمه تنقدر وقت تخلص الازمه نكون السباقين. هلا يلي عملناه خلال الازمه كملنا نوظف على الهيومن ريسورسز تبعولنا، يعني كملنا نوظف على الطاقات البشريه تبعولنا، كملنا نوظف على البراندز تبعونا تنقويهم وننميهم أكثر، وبذات الوقت تأكدنا أنه البالانس شيت تبعنا والإمكانيات المالية تبعونا يكونوا ماكنين. تأثرت ربحيتكم؟ كملنا نحن نزيد أرباحنا كل سنة خلال الأزمة. تأثر نمو الأرباح؟ أكيد بنسب أقل مما كنا نزيد أرباحنا قبل الأزمة. بس يلي عملناه بما انه كنا استفدنا من الازمه لنحضر حالنا لبعد الازمه، وقت خلصت الازمه قدرنا نعمل 9 اكيزيشنز بالايمرجينج ماركتس اخر سنتين. الشير برايس تبعنا طلع السنه الماضيه 30% والسنه اللي قبلها 22%، وهيدي السنه كمان بلشناها كثير منيح. نعم. طب اليوم انتم بتوزعوا مشروبات روحيه ذات جوده عاليه، يعني الدرينكس تبعكم معظمهم بريميوم درينكس وبالتالي اسعارها مرتفعه. هل توجه اليوم المشتري او المستهلك تبعكم عالميا مش بمحل معين نحو المشروبات الاقل سعرا ولو على حساب الجوده؟ خلال الازمه ما في شك انه امكانيات الناس خفت. هلا في عندك طبقه معينه اللي هي الطبقه الوسطى جربت تروح على اصناف ارخص، بس مش على على ضد الجوده. يعني كمان طلعوا على اصناف مع جوده مرتبه بس على اسعار ارخص. عندكم من هالاصناف؟ هلا اذا بتطلعي نحن مثلا بالسكوتش ويسكي كاتيجوري عندنا، نحن عندنا 29 معمل لسكوتش ويسكي. نعم. بسكوتلندا اكيد في عندنا ماركات اللي هي غاليه مثل جوني ووكر، مثل بيكانينز، مثل اولد بار، مثل ديمبل، مثل جي ان بي، وكمان عندنا ماركات ارخص مثل هيج ان اول وفات 69. يعني اللي خسرناهم بماركات مثل جي ان بي
قدرنا نستفيد منهم بماركات مثل فات 69 وهيك. نعم. طيب اليوم الدراسات كلها عم بتشير بغض النظر عن الأزمة أنه مستهلكين المشروبات الكحولية خاصة بالولايات المتحدة اللي هي سوق هائل من أكبر الأسواق العالمية وأيضا أوروبا، المستهلكين ما بقى كتير عم بيتوجهوا نحو المشروبات الكحولية وخاصة الجيل الجديد. هل اليوم آسيا رح تكون هي البديل عن هالأسواق الكبيرة؟ الترند يلي هلا نحن شايفينه بالعالم هو التالي، امريكا بعد فيها جروث بالمشروبات الروحيه، يلي هو كثير مهم بالنسبه لنا هو الجروث عم بيجي من البريميوم، يعني محل ما نحن موجودين، ونحن بنشجع الناس ما بدنا اياهم يشربوا اكثر، بدنا اياهم يشربوا احسن، وهيدا الترند مناسبنا بالولايات المتحده الامريكيه. هلا وقت بتطلع على اوروبا، اوروبا مختلفه، يعني اليوم اذا بتاخذي اوروبا الشرقيه، روسيا، تركيا، وحتى أوروبا الشمالية، البلاد الاسكندنافية وألمانيا، بعدهم بالنهاية فيهم نمو. محل ما عندك مشاكل هي بأوروبا الجنوبية، يعني هونيك بأوروبا الجنوبية والحالة الاقتصادية التعبانة هونيك مأثرة أكثر. هلأ ما في شك أنه كل النمو رح يجي اليوم من البلاد النامية، يعني رح يجي من القارة الآسيوية، رح يجي من القارة الأفريقية، ورح يجي من القارة اللاتين أمريكية. وهولي ما في شك هالنمو رح يجي بيزد على اثنين elements، أول شيء ديموغرافي وثاني شيء اقتصادي. نعم. دياجيو بتعمل أرباح سنوياً من أعمالها من حول العالم بخمسة مليار دولار تقريباً. مظبوط. مليار منهم بتجي من آسيا، من عملياتها بآسيا. مظبوط. طيب اليوم ما بتعرف الإعلامي وحتى المشاهد دايما بيكون عنده حشرية، أنت جيلبير قدي بتعمل نسبة مئوية من هالمليار؟ هذا سؤال كتير منيح. نحن الريمينريشن تبعنا ما له علاقه بالبورسنتاج على الارباح يلي نحن بنعملها، نحن بنتبع ستاندردز يلي هن انترناشونال ستاندردز بيز على الشركات بحجمنا. كلنا عندنا مور اور ليس الريمينريشن هي ذاتها. ما بنصرح على بما انه نحن على الليستد على ستوك ماركت بنيويورك وبلندن، ملتزمين بالريجوليشن وباللوز تبع ستوك ماركت تبع نيويورك ولندن يلي بيفرض علينا نصرح معاش السي او والسي اف او تبعنا، بس ما منصرح على معاش الاكزيكتيف كوميتي. ما عم بسالك عن معاشك، انا عم بسالك عن النسبه المئويه. مشان هيك عم بقول لك هلا النسبه زهيده جدا اذا بدك، بس نحن ماشيين على انترناشونال اقل standards. من واحد ما رح اعطيك انديكيشنز اكثر من هيك بحيث ما لنا حق. طيب لكن نحن رح نتمنى لك انك تصير الرئيس التنفيذي للشركه، وبالتالي يمكن اللي عنده هالحشريه انه يعرف جيلبير بموقعه وبشركه مثل شركه دياجيو قد عاده بتكون الاموال يلي بيقدر انه يستحصل عليها، خلينا نحطها بهذا الشكل، لانه انتم عندكم اكيد انسنتيفز وعندكم بونسز وكل هالمواضيع. يمكن بس يصير رئيس تنفيذي او سي او بصير نقدر نعرف اكثر بهذيك الايام. ان شاء الله ان شاء الله. طيب رح ننتقل لناحيه ثانيه، الى جانب كل اللي ذكرته وكل اللي فسرته عن كيف الشركه او الشخص بيقدر يوصل للنجاح، كيف يقدر يفوت على الاسواق ويزيد من حصته السوقيه ويزيد من بيع منتجاته، انتم كنتوا السباقين ايضا بالابتكار، ولفتني انه اقمتوا هاوس اوف جوني ووكر، يعني منزل لجوني ووكر بالصين تحديدا بكبرى باثنين من اكبر المدن الصينيه اللي هي بيجينغ وشانغهاي، اقمتوا بيت لجوني ووكر وهي سابقه مش موجوده بالعالم. من وين اجت هالفكره وكيف تلقيها خليني اقول المجتمع الصيني كونها خلقت بالصين؟ صحيح يلي عم تقولي صحيح. هلا نحن شركه مبدعه وعلى طول عنا افكار سباقه. وقتا طلعنا على سوق الصيني، سوق الصيني المشروبات الامبورتد يعني مثل كونياك ومثل سكوتش ويسكي ومثل فودكا بشكله بس 2% من السوق الصيني اليوم، البلك هو البايجو يلي هو مثل العرق عنا بلبنان. هلا نحن نقدر نبني هالكاتيجوريز بدنا كنا نلاقي طريقه خلاقه مختلفه تنقدر نحن نبني هالكاتيجوريز يلي هي موست امبورتنتلي سكوتش ويسكي بالصين. عملنا دراسات كثير تنقدر نفهم نحن كمان كيف بيفكر الكونسيومر الصيني، واكتشفنا انه 80% من المليونيرية الصينية عمرهم اقل من 45 سنة بالصين، بينما بس 30% من المليونيرية بامريكا عمرهم اقل من 45 سنة. وكمان بالدراسات يلي عملناها جربنا نفهم شو يلي بيهمه هالمليونير الصيني، اكتشفنا انه هالاشخاص بيهمهم كتير ماركات عندها هيريتج، عندها هيستوري. هلا جوني ووكر ماركة تأسست سنة 1820، عندها الهيستوري، عندها هالبروفنانس، عندها الكرافتمنشيب، وفكرنا قلنا منجيب اسكتلندا على الصين.
مشان هيك فتحنا اول سفاره لسكوتش ويسكي بالعالم بشنغهاي. كانت اكسبيرمنت، اجوا الشباب بالفكره عنا بديات جو بالصين، قالوا بدنا 3 مليون دولار تنخلق هالجوني ووكر هاوس يلي هو اربع طوابق، هو اكسبيرمنتال ماركتينج، بنعزم فيه باي انفيتيشن اونلي، يعني اكسكلوزيف انفيتيشن اونلي، ناس خلي يجوا ويكتشفوا الارت اوف بلندينج سكوتش ويسكي، يعني كيف بينعمل السكوتش ويسكي. هلا هالتجربه بلشنا فيها بماي 2011 بشنغهاي، لقينا رياكشن كثير كثير فيفربل من الصينيين، مشان هيك رجعنا فتحنا جوني ووكر هاوس ثاني ببيجين بديسمبر سنة الماضية، 1500 متر مربع كمان على اربع طوابق، والفكره كانت فكره كثير سباقه وعطيتنا كثير نتائج كثير عظيمه لجوني ووكر بالصين. زادت المبيعات؟ ما في شك زادت المبيعات، نحن بالاساس كنا عم نطلع عليها از ان اكسبيرمنتال ماركتينج، هلا بسرعه تحولت بالنسبه لنا للكجري ريتيل، يعني صفوا الصينيه يلي عم بيجوا على جوني ووكر هاوس في عندهم انترست عالي انه يشتروا ليميتد اديشنز منهم موجودين بالسوق بس موجودين بالجوني ووكر هاوس، ويخلقوا البلند تبعهم هن كمان بالصين. وهذا الشيء اللي نحن عم نعمله من خلال جوني ووكر هاوس، وبالجوني ووكر هاوس بشنغهاي ببيجين بيقدروا الصينيه يشتروا اناني جوني ووكر مش موجودين على السوق بدايه من 3000 دولار لانيني. نعم، وكانت النتائج كثير ايجابيه. جاوبتني يمكن على السؤال الثاني اللي كنت بدي اسالك اياه، انه ليش بالصين ومش بنيويورك او بباريس؟ لانه دراسه انطلقت من الصين، ولكن مع نجاحها بالصين هل ممكن نشهد اقامه منازل اخرى او لكجري هاوسز ثانيه بمدن مهمه مثل نيويورك او باريس او لوس انجلوس؟ ما بعرف، سؤالي كثير مهم، يلي هو مهم انه واحد يعرفه، انه مش ضروري كل الافكار السباقه تطلع اليوم من امريكا ومن اوروبا، يعني فيها تطلع الافكار كمان العظيمه للشركات تطلع من امريكا اللاتينيه، من الشرق الاوسط، من افريقيا ومن اسيا. نحن الفكره بلشناها وخدنا ريسك فيها بالصين، لقيت رياكسيون كثير فيفربل من الكونسيومر الصيني. رح نفتح اليوم هيدي السنه بسبتمبر جوني ووكر هاوس كمان ثالث بسيول بكوريا، وفي عنا خطة لنفتح 10 أم 12 جوني ووكر هاوس بس بالعالم، كمان في عنا بلانز لنفتح واحد بنيويورك وواحد بباريس وواحد بلندن، بس ما بدنا نتركها اكسكلوزيف، ما رح نفتح أكثر من 10 أم 12 جوني ووكر هاوس بالعالم، بحيث بدنا نترك لها الفينيس تبعها يلي نحن نجحنا فيها بالصين بدنا نحافظ عليها وين ما كان بالعالم. ايضا من الافكار السباقه يلي دياجيو بتكون دائما بطليعه الشركات الاخرى، انا اكيد انه شركات يمكن اخرى تتبع الترند تبعكم ويصير عندها ايضا هاوسز للبرودكت تبعهم. اليوم انتم كمان كنتوا السباقين وشاركتوا ومضيتوا على شرعه للامم المتحده لتمكين المراه او اليو ان ويمن امباورمنت، وحتى خصصتوا 10 مليون دولار لتمكين مليونين مراه ب 17 بلد بآسيا. قديش مهم برأيكم وبرأيك أنت جيلبير دور المرأة عموما بالنجاح وخاصة بصناعة المشروبات الكحولية؟ يعني هون المرأة بصناعة المشروبات الكحولية أو بتسويقها في علامة استفهام عليها. أنا كثير فخور بهالمبادرة، هيدي مبادرة أنا أطلقتها بآسيا سنة الماضي، ورصدت 10 مليون دولار من البادجت تبعي تنقدر نعمل ويمن امباورمنت لمليونين مرة بآسيا باسيفيك من هلا ل 2017. الشيء الواحد لازم ياخده بعين الاعتبار، المرأة كتير مهمة بالمجتمع بالعالم كله، ما فيك تتجاهل المرأة، المرأة بتشكل 50% من البوبوليشن بالعالم. وقت منطلع على كل الستاتيستيكس في مليار مرأة رح يفوتوا على الورك فورس، يعني على عالم العمل الأعمال من هلا لعشر سنين. وقت منطلع كمان على statistics 70% من الطبقة الفقيرة بالعالم هن نساء، وبذات الوقت 70% من القدرة الشرائية بالعالم موجودة مع النساء، وبذات الوقت 70% من الناس يلي بيشتغلوا بالhospitality industry، يعني إن كان بالتوريسم إن كان بالأوتيلات إن كان يعني بالسياحة بالمطاعم وبالأوتيلات كمان هن نساء. بقى مشان هيك نحن ركزنا على هالأريا هيدي ونحن كتير فخورين فيها. وقت طلعنا كمان على statistics تبع الورد ايكونوميك فورم بيّن معنا انه منطقة ايجا باسيفيك هي آخر منطقة بالعالم من ناحية تنمية المرأة،
والوومن امباورمنت، مشان هيك ركزنا على هالانيشيتيف. ونحن بالنسبه لنا بدياجيو هيدي شغله كثير مهمه، نحن بشركه دياجيو 40% من البورد دايركتورز عندنا بمجلس اداره تبعنا نساء، ونساء كفؤين. انا بمجلس ادارتي تبعي بمنطقه ايجا باسيفيك 35% من مجلس اداره تبعي نساء، وحتى بدياجيو لبنان يلي نحن اسسناها بلبنان من 18 سنه 40% من المانجمنت تبعنا بدياجيو لبنان هن كمان نساء، والنساء بيلعبوا دور كتير مهم بالمجتمع وبالاعمال، بيخلقوا جو على التيم كتير فيفربل، وبذات الوقت عندهم افكار سباقه بيسمحوا لنا كمان انه ننجح اكثر من غيرنا. اليوم مسؤوليتكم الاجتماعيه ما وقفت فقط عند النساء، انتم كمان نشيطين اذا في يقول بالكوربريت سوشيال ريسبونسابيلتي او المسؤوليه الاجتماعيه للشركات. شو ابرز الانجازات بهذا المجال؟ وايضا بدي اسالك، يعني في كثير بيتهموا خاصه الشركات الكبرى انهم بيلجؤوا للسوشيال ريسبونسابيلتي لتلميع صورتهم، ليس للعمل العمل الخير اذا بدك، او للمساهمه بشكل ايجابي بالمجتمعات. نحن بدياجيو بالطريقه اللي نطلع على هالموضوع، نحن عندنا واجبات اجتماعيه بالمجتمعات كلها يلي نحن عم نشتغل فيها وعم نمارس فيها. ونحن خلقنا دياجيو فاونديشن من 14 سنة، وبنرصد مبلغ كتير مهم من المال كل سنة للنشاطات الاجتماعية والنشاطات الثقافية والنشاطات البيئية كمان. هلأ حكينا على البلان دبليو يلي هو ويمن امباورمنت يلي نحن قلعناه بإيجا باسيفيك ورصدنا له 10 مليون دولار. نحن كمان في عنا البلان يلي هو كمان قلعناه بأفريقيا من 10 سنين يلي هو Water for Life، من أمين لمليون شخص بأفريقيا Clean Water كل سنة من 10 سنين. وكمان في عنا بروغرام يلي هو Learning for Life يلي نحن كمان قلعناه بلاتين أمريكا من 6-7 سنين، يلي نحن كمان علمنا 88 ألف شخص بلاتين أمريكا يلي ما كان عندهم أكسس على التعليم. هلأ حتى اذا بعطيك المثل يلي هو ريليفنت لنا يلي هو لبنان، نحن الشركه تبعنا استابليشت بلبنان من 18 سنه وعندنا نشاطات اجتماعيه وثقافيه وبيئيه كثير بلبنان، كلها لو بروفايل ما بنعلن عنها. يعني نحن مش عاملين هالشيء لتلميع صورتنا، عم نعمل هالشيء لنعمل كونتريبيوشن بالمجتمع اللي نحن موجودين فيه. ونحن تقريبا من شي 15 سنه حتى بلبنان جهزنا طوافات تبع الجيش اللبناني بالاكويبمنت يلي بيطفي الحرائق تبع الاحراش. نعم. ايضا من الرياده خليني اقول لا دياجيو، انتم حصلتوا على عده تصنيفات منها الوورلدز بيست مالتي ناشونال ورك بليس والتوب انفايرمنتال سكور. قد ايه برايكم مهم موقع العمل بالنجاح؟ هذا شيء كثير مهم بالنسبه لنا، نحن كثير بنركز على انه نخلق انفايرمنت بشركاتنا محل ما الموظفين والكوليجز تبعولنا فيهم يحققوا احلامهم، وبنقدر نساعدهم تيكونوا equipped تيقدروا ينجحوا بحياتهم الخاصة وبحياتهم العملية. نحن كتير فخورين انه شركة دياجيو سنة الماضي تصنف في التاسع احسن ملتيناشنال بالعالم in terms of workplace. هيدي النتيجة كانت نتيجة عظيمة، بحيث مش بس صوتوا الموظفين اللي بيشتغلوا عنا، صوتوا الموظفين اللي بيشتغلوا بالشركات الكونكورنت لإلنا كمان والمنافسة لإلنا. وكمان بذات الوقت الشغلة اللي هي كمان مهمة انه نحن الشركة الوحيدة بالعالم كمالتي ناشونال يلي بالفود اند بافريج يلي وصلنا على التوب 10 ونحن تصنفنا بالمرتبة التاسعة. طبعا احنا بنتمنى لكم مزيد من النجاح ومزيد من الريادة. عند طبعا حديثنا رح يتابع مع جيلبير غسطين، ولكن بالحديث المقبل رح نسلط الضوء اكثر على جيلبير، على رؤيته للعالم، رؤيته للوضع بلبنان وتوصيت للشباب، وهيدي اهم شيء. خليكم معنا بعد الفاصل.
متابعين حديثنا مع جيلبير غسطين رئيس شركة دياجيو بآسيا والمحيط الهادي. بعد ما حكينا كتير عن أعمال الشركة وعن نجاحاتها وعن طبعا مسؤوليتها الاجتماعية ومشاركتها الفعالة بالمجتمع، رح ننتقل بها المحور لنتعرف أكثر على جيلبير. جيلبير، اليوم الكل عم يسأل ومهموم، هل انتهت الأزمة المالية العالمية؟ أنا بقول أوروبا صعبة، أوروبا بتضل عندها صعوبة للخمس سنين الجايين. أمريكا طلعت من ريسيشن، وما في شك هلا إنه السنتر أوف جرافيتي تبع العالم الاقتصادي تحول على البلاد النائية. يعني اليوم المستقبل الاقتصادي تبع العالم رح يجي من الشرق الأوسط، رح يجي من أفريقيا، رح يجي من آسيا، ورح يجي من أمريكا اللاتينية. إن شاء الله من الشرق الأوسط مع كل المشاكل السياسية والأمنية اللي عم نعيشها. اليوم يمكن تقلت للسؤال الآخر، ما مدى أهمية آسيا برأيك سياسيا واقتصاديا كلاعب رئيسي على الساحة العالمية؟ وهل القوة الكبرى عالميا المقبلة هي من آسيا؟ أنا بقول ما فيك تتجاهل آسيا بقى، يعني آسيا فيها 3 مليار ومن الشخص، يعني ما فيك تتجاهل آسيا. وفي عندك بلاد بآسيا كتير مهمين مثل الصين والهند عم بيلعبوا دور كتير مهم اقتصاديا بالعالم. الشغله كمان واحد لازم يخدها بعين الاعتبار، وقت بنحكي عن الايمرجينج ميدل كلاس يعني الطبقه الوسطى، في عندك 800 مليون شخص رح يجوا على الطبقه الوسطى من هلا لسبع سنين، يعني من هلا ل 2020 بس من الصين والهند وفيتنام واندونيسيا. 800 مليون شخص، يعني هو اللي رح يكونوا يعملوا بين 10 و 15 الف دولار بالسنه. مشان هيك الوزن الاقتصادي تبع اسيا رح يزيد وما رح ينقص من هلا للعشر سنين الجاي. نعم، خلينا نرجع على لبنان، بدينا من لبنان وبدنا نرجع على لبنان، كيف بتشوف السوق اللبناني؟ السوق اللبناني كثير مهم بالنسبه لنا، نحن بالنسبه لنا السوق اللبناني از ترند سيتنج ماركت للبلاد بالمنطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا. نحن فتحنا شركتنا بلبنان من 18 سنه، دياجيو لبنان من 18 سنه موجوده بلبنان، مش بس عم تحقق نجاحات بالشغل تبعنا بلبنان، بس كمان تلعب دور كتير مهم as a feeder of talent لباقي دياجيو. أنا كنت أول لبناني بفوت على دياجيو، نحن اليوم 48 لبناني بنشتغل بدياجيو، مش بس بلبنان، بالشرق الأوسط، بآسيا، بأمريكا، وبأوروبا، وبأفريقيا. ونحن استعملنا الشركة تبعنا بلبنان يلي هي دياجيو لبنان to attract good quality talent تيعملوا الكارير تبعهم مش بس بلبنان، وكمان إذا عندهم طموحات يروحوا برات لبنان كمان تيروحوا وينجحوا برات لبنان. لاحظت أنكم بتختاروا البلدين الكبيرة نوعا ما عددا واقتصاديا كالصين أو كالهند أو كتركيا، حكيت أنكم دخلتوا لهول البلدين من احترامكم للثقافة المحلية، حبيتوا أنه يكون عندكم تواجد بالمشروبات الروحية المحلية. اليوم لبنان بعرف أنه بلد كتير صغير واقتصاده ما بيتخطى ال40 مليار دولار، ولكن هل معقولة تفكر شركة عالمية كدياجيو تستثمر بمشروب روحي محلي لبناني مثل العرق اللي ذكرته كتير؟ معقولة إيه؟ معقول. نحن هلأ اليوم بدياجيو لبنان نوزع عرق محلي، وكمان أنه ليش لا، إذا بتخلق إذا في فرصة لإلنا كمان معقولة نطلع عليها. الواضح أنك أنت متفائل، كيف بتشوف الوضع الاقتصادي الحالي بلبنان؟ انا ما في شيء، انا اكيد متفائل، انا بعتبر انه التفاؤل هو بالدي ان اي تبعنا نحن كلبنانيه. ما في شك لبنان مارق بمرحله صعبه هلا، مش اول مره لبنان مرق مرحله اقتصاديه صعبه وتخطيناها بالماضي، واللبناني خلاق كثير وبيضل يلاقي ابتكارات جديده، وما عندي شك انه كمان رح نقدر نتخطى هالمرحله الاقتصاديه الصعبه كمان مره. هل برايك هالايجابيه يلي انت مأمن فيها، هل هي قريبه ولا على المدى المتوسط او يمكن بالبعيد نوعا ما؟ انا برايي هيدي الشغله نحن وي كنترولت، يعني هيدي الشغله بايد اللبنانيه وبايد الاداره اللبنانيه وبايد البزنس مان اللبنانيه، لازم يتعاونوا سوا ليقدروا يطلعوا من هالمرحله الاقتصاديه الصعبه باسرع وقت. يعني شلت المسؤوليه عن الاداء السياسي وحطيته على رجال الاعمال، شو رايك بالوضع السياسي بالبلد؟ انا بقول اذا عندي تمني واحد للسياسيين بلبنان هو التالي، يعطوا الاقتصاد النمو الاقتصادي الأولوية تبعهم، ولازم كمان يقدروا يخلقوا وظائف عمل لهالشباب الجديد بهالبلد. ما بيصير، مش مسموح يكون الشباب اللبناني
بيتخرجوا من احسن جامعات عنا اياهم لبنان وليلاقوا فرص عمل، بس بده يلاقوا فرص عمل برات لبنان. لازم نقدر نعطيهم تشويس، اذا بدهم يشتغلوا بلبنان لازم يلاقوا فرص عمل بلبنان بتحقق طموحاتهم واحلامهم، واذا بدهم يتركوا لبنان كمان في فرص عمل برات لبنان. انا رئيس مجلس اداره شركه عنا اياها جون فنتشر مع هاينيكن باندونيسيا وماليزيا وسنغافور، وكنت عم بعمل ريكروتمنت لتشيرمن للشركه اللي عنا اياها بماليزيا، بحيث التشيرمن القديم كان طالع تقاعد، وهيدي الشركه اللي عنا اياها نحن بماليزيا جون فنتشر از بابليكلي كوتد كومباني على ستوك ماركت بماليزيا. وقت عم بعمل الانترفيوز للتشيرمن، واحد من هالاشخاص يلي عملت له انترفيو التراك ريكورد تبعه كثير عظيم، وكان يشتغل بشركه شيل بوظيفه كثير مهمه، وهلا ادفايزر للبرايم مينستر بماليزيا. انا وعم بحكي معه قلت له خبرني شو عم تعمل انت بالتاسك فورس تبع البرايم مينستر. خبرني انه بالتاسك فورس تبع البرايم مينستر جمعوا 10 رجال اعمال عندهم اكسبيرينس مهمه، وحطوا هدف لحالهم انه تكون كوالالمبور وماليزيا وحده من 10 اهم مدن بالعالم ليعيشوا فيها، وحده من اهم 10 مدن بالعالم ليقدروا يشتغلوا فيها. وهول الانديكيتورز موجودين جلوبالي، 10 best cities to work in the world and test 10 best cities to live in the world. هول بينعملوا الاحصاءات عالميه. اليوم ماليزيا بالمرحلة 77 بالنسبة ل the best cities to live in the world، وهن حطوا الهدف تبعهم يصيروا بالتوب 10 بأول 10. نعم. وهن اليوم كوالالمبور بالمرحلة بالمرتبة 18 على 77. لا عم بحكي بالأحسن مدينة بالعالم لتعيش فيها، هن 77 حطوا هدف لحالهم يكونوا بالتوب 10، ومن أحسن مدينة بالعالم لتشتغلي فيها هن بالمرحلة 18 حطوا هدف لحالهم يكونوا بالتوب 10. أنا برأيي السياسيين بلبنان لازم يحطوا هدف لحالهم، وهالهدف لحالهم لازم يكون اقتصادي، ويكون عندهم ترانسبيرنسي مع الشعب، بيقولوا نحن رح نحط هدف لحالنا 3 أهداف. أول هدف نجي نقول إن نحن لازم ننمي الاقتصاد اللبناني بنسبة 7-8% من هلأ لخمس سنين الجايين، هذا أول هدف يلي هو بيطال كل اللبنانيين. ثاني هدف إنه نحن خي بدنا نخلق 150 وظيفة عمل، 150,000 وظيفة عمل بلبنان. هلا عم بحكي رقم بس هني بيعرفوا شو هو الرقم يلي هو more relevant. كمان يقولوا نحن ملتزمين نخلق 150,000 وظيفة عمل بلبنان من هلا لسنتين ثلاثة ليخلقوا وظائف عمل ويحركوا العجلة الاقتصادية بالبلد. كتير مهم يحطوا هالتارجتس لحالهم ويعملوها بطريقة شفافة، ويعملوا لنا ابديت لهالشعب، يقولوا كل 3 اشهر نحن وين عم نعمل بروجرس على هالشيء. الكل بيتعاونوا سوا، بس ما بيصير نترك الازمه الاقتصاديه من دون معالجه، من دون ما تكون اولويه للدوله، ومن دون ما نقدر نخلق وظائف عمل لهالشباب الجديد اللي عم يتخرجوا من هالجامعات. اليوم انت نشدت مجتمع رجال الاعمال وقلت انه هن بيقدروا يمكن يغيروا شوي بالواقع الموجود اليوم، برايك حكومه تكنوقراط ممكن تنقذ البلد؟ أنا برأيي الدولة بدها تشتغل، بدها تساعد، بدها تكون عندها أولوية للاقتصاد. اليوم شغلة كتير مهمة، لازم رجال الأعمال عم بيعملوا أكتر ما فيهم يعملوا، لازم يتساعدوا من الدولة بحيث الدولة هي بتنص القوانين. طب وإذا كانوا هن بالحكم؟ الدولة هي اللي بتنص القوانين. يلي مهم اليوم نحن كيف بدنا نطور الكومبتيتيفنس تبع لبنان، كيف بدنا نخلي لبنان يقدر ينافس دوليا بالأعمال. اليوم كل الشركات الكبيرة عندها إمكانيات وبدها توظف هالإمكانيات بالبلاد يلي بتعطيها the highest return on investment. اليوم بدنا نختار هل نحن منوظف بدبي، هل موظف بتركيا، أم هل موظف ببيروت. الشركات كلها بتطلع وين بدها توظف، في elements أساسية بدها تكون موجودة، هل infrastructure موجودة، هل كهرباء موجودة، هل telecommunication موجودة، هل الإنترنت موجود. تاني شغلة هي القوانين، هل هالقوانين يلي هي موجودة هي قوانين بتشجع الشركات العربية والشركات المحلية والشركات العالمية تيجي توظف بهالبلد؟ هل نحن عم نعطيهم تاكس انسنتيفز لنجرهم على لبنان؟ يعني رجال الأعمال عم يعملوا أكثر ما فيهم يعملوا، في الدولة بدها تيجي تحط النمو الاقتصادي از برايورتي ويحطوا تارجتس ويكونوا شفافين لنا تنقدر نحسبهم، تنقدر نقول عم ننجح أم عم نفشل. والنجاح بيكون النجاح مش بس للدولة، بيكون النجاح لرجال الأعمال وللدولة وللمجتمع، الكل بيتعاونوا سوا، بس ما بيصير نترك الاقتصاد اللبناني بالوضع اللي احنا تاركينه اليوم. كتار بينادوا بالإصلاح، برأيك من وين لازم يبدأ الإصلاح؟
هذا اللي بعني عم بقوله. بالبنى التحتيه، بالقوانين، اولويه، بدنا الانفراستراكشر لازم نحسنها، لازم نطورها، بدنا نخلق قوانين لنقدر نحن نشجع الناس تيجي توظف بهالبلد وتخلق وظائف عمل بهالبلد. نعم جيلبير، يعني اليوم منه السر اذا بنقول انه نحن وانت يعني اثرت هذا الموضوع بحاجه لكتير تحديث على كافه الصعد والمستويات. وانت شخصيا ذكرت ببدايه المقابله انك عشت بكل مدن العالم تقريبا، باوروبا وبامريكا وبافريقيا وباسيا وبافضل المدن طبعا. ليش عندك هالتعلق بلبنان وشو اللي بيردك على لبنان بالرغم من كل المصاعب؟ ما بدي أقول سيئات، بدي أقول المشاكل والمصاعب اللي بيواجهها الشخص العايش بلبنان. أنا أكيد عندي عاطفة كتير مهمة للبنان. أنا خلقت بلبنان وأنا لبناني ودرست بلبنان وربيت بلبنان وكبرت بلبنان وعائلتي بلبنان وعلاقاتي بلبنان وصداقاتي بلبنان، وأنا بعتبر لبنان this is where I belong، جذوري بهالبلد ورح ضلني بهالبلد ورح ضلني بهالبلد. ما بيزعجك مثلا اللي بتشوفه حولك بالمقارنه مع الحياه او التسهيلات يلي بتلاقيها بمدن اخرى؟ في تسهيلات بمدن اخرى بالعالم، بس كمان في شيء سبيسيال بلبنان. انا بقول هالشيء سبيسيال بلبنان هو هالشالور ايمان يلي هي مش موجوده بولا بلد بالعالم. انا صار معي شغلي وقت كنت هون بصيفيه الماضي بلبنان، كنت عزمني واحد صاحبي عنده مكتب بالسانترفيل تأجي زور المكتب تبعه. أنا نزلت لزور المكتب تبعه ولقيت محل صفيت سيارتي، وتنزلت من السيارة شفت في بارك متر. طلعت أنا ما معي مصاري كوينز لحط بهالبارك متر وما عندي كارت، صرت عم بتطلع على اليمين وعلى الشمال وين في محل لاشتري كارت لهالبارك متر. في ديليفري، شخص عم بيعمل ديليفري لبيتزا، موقف حدي شافني ضايع، قال لي شو بك يا أستاذ؟ قلت له بدي اشوف وين فيي اشتري كارت لاقدر ادفع للبارك مات. قال لي قديش بدك تصف يا استاذ؟ قلت له بدي ساعة. بيجي بيحط 2 كوينز 500 ليرة 1000 ليرة بالمكنة. جيت عم بعطيه مصاري، قال لي ولو يا استاذ، عيب يا استاذ، يعطيك العافية ومشي. هالشي ما بيصير بولا بلد بالعالم. هيدي هي الشالور ايمان اللي عنا اياها بهالبلد، هيدا الشيء اللي عنا اياه اللي انا بسميه لا ماجي دو ليبان، سحر لبنان. صحيح. طيب يعني هل تفاؤل وهالسحر يلي عم تحكي عنه كتار من الشباب اللبناني مش قادرين يلمسوه بظل الأبواب الموصدة أمامهم؟ مثل ما أنت ذكرت بيتخرجوا من الجامعات ومن أفضل الجامعات وما بيلاقوا يمكن شغل على مستوى علمهم وعلى مستوى طموحاتهم. لهالشباب بالذات شو بتقلهم؟ ولا لهالشباب أنا بقلهم في كوت مهمة بالنسبة لي على طول برجعة: tough times don't last but tough people do. يعني ما في أزمة موجودة كل رح تضل موجودة، رح يضل في فرص وهن بيقدروا يخلقوا هالفرص لحالهم. يعني دخلنا بعالم المقولات، طب شو أهم كوت أو مقولة دايما بترافقك؟ keep walking. طب شو في ذكرى حلوة تحملها معك من لبنان كمان دايما بترافقك؟ في ذكريات كتير من لبنان، يعني أنا ربيت هون وكبرت هون، وذكريات مدرسة وذكريات جامعة وصداقات. في صورة معينة عائلية. في صورة معينة دايما بتضل مطبوعة براسك مهما رحت بعيد، بتضل دايما تستذكرها. العاطفة اللبنانية، شالور إيمان يلي سميتها شالور إيمان. صحيح. طب بمسيرة هالقد ناجحة وعلى مدى 20 سنة، في ندم بمكان معين؟ أكيد في ندم. في شغلة واحدة أنا بس بندم عليها، إنه وبحكي فيها أنا ومرتي على طول، نحن عنا ولدين مارك وماريا، بنتمنى كان يكون عنا 4 أولاد. هلا unfortunately وقت بيشتغل واحد ملتي ناشونالز وكل 3 سنين بتنقل بلد، ما قدرنا نعمل أكثر من ولدين، كنا بنتمنى يكون عنا 4 أولاد. هذا على الصعيد الشخصي. على الصعيد المهني هل في ندم بمكان معين؟ على الصعيد المهني لا، بالعكس كانت مسيرة كلها كانت نجاح. كانت مسيرة كتر خير الله فيها نجاح وتعلمت فيها كتير وبعني عم بتعلم كل يوم. نعم. طيب جيلبير، ليش بعيد عن الإعلام العربي؟ ما بدي أقول اللبناني، العربي. منشوفك كتير بالإعلام العالمي والآسيوي ولكن ما منشوفك متواجد بالإعلام العربي. ليش هالبعد عنا بالرغم من قربك ومحبتك الكبيرة للبنان؟ بدك أقرب من هيك اليوم؟ هل هي فاتحة خير؟ أنا أكيد أنه اللبنانية كتير بهمهم أنه يتعرفوا على القياديين وعلى الليدرز اللبنانية يلي انطلقوا من لبنان وقدروا فعلا أنه يغزوا العالم، إذا في يقول هالشي. أنا بحكم شغلي والإنجازات يلي نحن حققناها بآسيا
كثير الإعلام العالمي تسلط علينا، بحيث صاروا بدهم يعرفوا نحن كيف قدرنا نجحنا بهالأكيزيشنز، كيف قدرنا نحن نعمل هالتورنراوند ليقدروا ياخذوا هاللورنينجز لغير مناطق ولغير شركات. مشان هيك تسلط الإعلام علينا بآسيا على الأكيزيشنز اللي نحن عملناها. بس نحن أنا ما بقصر، أنا ولا مرة عندي فرصة اجي احكي بجامعه بلبنان واتواصل مع الطلاب بالجامعات اللبنانيه وبقصر فيها، وانا بعتبر انه هيدي واجبات مش بس لإلي، واجبات لكمان الزملاء لإلي يلي نجحوا بالعالم، انه نجي نشتغل وقد ما فينا لنقدر نقطع هالنولج وهالاكسبيرينس للجيل الجديد. وانا بعرف مش بس انا بعمل هالشيء، كمان الزملاء تبعولي يلي نجحوا بالعالم كمان بيعملوا هالشيء كمان. طيب بعد مسيرة 20 سنة من النجاح المهني، شو مشاريعك المستقبلية أو شو طموحاتك، أو هل عندك أحلام معينة بصدد أنك تحققها؟ أنا كتير ممنون باللي وصلت له اليوم، وبقول كتر خير الله كل يوم. أنا ما بنسى وين أنا مبلش، يعني أنا تلميذ فرير وتلميذ جامعة يسوعية، وخلقت على الجميزة وربيت بالأشرفية، يعني أنا ابن بيروت. وكتر خير الله محل ما وصلت مع دياجيو، استلمت البزنس تبعنا بأوروبا واشتغلت بأمريكا، واستلمت بزنس بأفريقيا وبآسيا، وعملت اكسبيريانس انترناسيونال كتير مهمة. أنا ملتزم مع دياجيو، وأنا على طول كان طموحي يكون قاعد على الطاولة يلي بيتاخد فيها القرارات، مش ضروري يكون قاعد على رأس الطاولة. وأنا اليوم بشوف أنه نحن دوبلنا البزنس تبعنا بإيجا آخر 4 سنين، وبعد في كتير opportunities لنقدر نكبر البزنس تبعنا وننمي البزنس تبعنا بإيجا، وهيدا الشيء اللي أنا عندي طموح أقدر حققه هلا بالوقت القصير. جيلبر غسطين، أنا بدي أشكرك على هالمقابلة، بدي أشكرك على كل المعلومات يلي أعطيتنا إياها، بدي أشكرك أنك دخلتنا شوي هيك على الحياة الشخصية وعلى أمورك الشخصية أيضا. أنا أكيد أنه رح يكون لنا لقاءات تانية، لقاء كان كتير غني، كان غزير إذا في يقول بالأرقام وبالمعلومات. بشكرك مرة تانية لأنك قبلت دعوتنا وكنت ضيفنا عبر الـ MTV، بتمنى لك مزيد من النجاح. أنا بتشكرك جيسي، وكمان بتشكر الـ MTV على هاللقاء. ميرسي كتير. أهلا وسهلا.